السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم معكم أستاذ علال إسماعيل أستاذ الفلسفة سنحاول اليوم أن نناقش إشكالية أخرى بإذن الله هي إشكالية العدالة تخص شعبة أدب وفلسفة إشكالية العدالة هي من الإشكاليات الأكثر دائما توترا في البكالوريا وهي إشكالية جد مهمة العدالة أولا قبل أن نتكلم عن الإشكالية نحاول فقط أن نوضح مفهوم العداله، مفهوم العداله هي ذلك التوافق بين بين الحقوق والواجبات، نحن نتناول موضوع العداله من الجانب الفلسفي طبعا، هي ذلك التوافق والتلازم بين الحقوق والواجبات او نقول بصفه اخرى هي اعطاء كل ذي حق حقه وبالتالي العداله بالنسبه الينا هي في مشكله توزيع الحقوق والواجبات، كيف نوزع الحقوق والواجبات؟ هل هناك توازن؟ هل هناك شيء اخر؟ هذا نطرحه في اشكاليه معينه ونقول هل تقوم العداله على اساس المساواه ام على اساس التفاوت؟ هذه هي الاشكاليه المحوريه في درس العداله، هل تقوم العداله على اساس المساواه ام على اساس التفاوض. سنبدا باذن الله بمعالجه هذه الاشكاليه انطلاقا بالموقف الاول موقف المساواه لكن بعد الفاصل. طيب سنحاول ان نعالج الموقف الاول، الموقف الاول انصار المساواه، انصار المساواه الذين يرون ان العداله تقوم على اساس المساواه، من اهم الفلاسفه الذين يدافعون عن هذا الموقف هم فلاسفه القانون الطبيعي توماس هوبز جون جاك روسو وجون لوك هؤلاء يسمون فلسفة القانون الطبيعي قلنا لأنهم دائما يدافعون أو يفسرون كيف انتقل الإنسان من الحياة الطبيعية إلى الحياة المدنية فلسفة القانون الطبيعي يرون أن البشر متساوون بحكم الطبيعة البشرية بما أننا نحمل نفس الصفة وهي صفة الطبيعة البشرية إذا نحن متساوون في الحقوق والواجبات ولا يمكن أن نفرق بين البشر في الحقوق والواجبات لأن الطبيعة تجمع بينهما نفس فلسفة القانون الطبيعي عفوا نجدهم أيضا هم فلاسفة العقد الاجتماعي هذه نظرية جد مهمة التي تبين كيف انتقل البشر من الحياة الطبيعية إلى الحياة المدنية الحياة الطبيعية والحياة المدنية كيف كيف الحياة الطبيعية إلى الحياة المدنية هم يفسرون كيف انتقل البشر من الحياه الطبيعيه الى الحياه المدنيه بانهم كانوا في الحياه الطبيعيه متساوون كما تكلمنا من قبل، متساوون في الحقوق والواجبات، تنازلوا جميعا، تنازلوا عن حقوقهم جميعا وتساووا في التنازل من اجل ان ينتقلوا الى الحياه المدنيه، اي تنازلوا لحاكم يحكمهم، وبما انهم كانوا متساوون في الطبيعه البشريه، ومتساوون في التنازل، فهم ايضا متساوون في الحقوق والواجبات أثناء الحياة المدنية فلسفة, فلسفة العقد الإجتماعي هم من يفسرون كيف انتقل البشر من الحياة المدنية عفوا من الحياة الطبيعية إلى الحياة المدنية وهم أيضا فلاسفة القانون الطبيعي كما تكلمنا نذهب أيضا إلى حجة أخرى، منظمة حقوق الإنسان، حتى منظمة حقوق الإنسان وتتكلم على أن الناس متساوون في المادة الأولى نجد أنهم يقول يولد جميع الناس متساوون في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا جميعا عقلا وضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء، وبالتالي المادة الأولى من منظمة حقوق الإنسان تبين أن البشر متساوون في الحقوق أيضا. بالاضافة الى منظمة حقوق الانسان نجد الخطيب الروماني شيشرون وهو خطيب معروف جدا في زمنه وهو كان من اصحاب المعرفة عفوا حيث يرى ان الناس سواء يقول الناس سواء وليس هناك شيء اشبه بشيء من الانسان باخيه الانسان لنا جميعا عقل ولنا حواس وان اختلفنا في الماء في التعلم او إن اختلفنا في التعليم فنحن متساوون في القدرة على التعلم قول شيشرون هذا جد مهم يبين ان الناس سواء حتى وإن اختلفوا في التعليم كما يرى ديكارت لكننا كلنا متساوون في القدرة على التعلم لاحظوا لاحظوا أن كل الفلاسفة يبينون الصفات المشتركة للبشر التي تجعلهم متساوون وبالتالي سيتساوون أيضا في الحقوق والواجبات بالنسبة للفلسفة الاشتراكية الفلسفة الاشتراكية هذا درس آخر ندرسه فيما بعد في وحدة في, في نفس الوحدة بإذن الله لكن هنا الفلسفة الاشتراكية كيف تحكي عن المساواة تحكي عن المساواة من خلال مبدأ الملكيه الجماعيه لوسائل الانتاج، الملكيه الجماعيه لوسائل الانتاج اي ان الفلسفه الاشتراكيه مبنيه على مبدا المساواه الاجتماعيه اصلا عندما نتكلم عن هذا الدرس ان شاء الله سنجد ان الفلسفه الاشتراكيه تبني فكرتها على مبدا المساواه الاجتماعيه وبالتالي تقوم فلسفه الاشتراكيه على مبدا المساواه. في النهايه نبين لكم انصار المساواه اللي هو فلاسفه قانون طبيعي فلسفة العقد الاجتماعي وما نفسهم جون جاكروس وتوماس هوبس وجون لوك منظمة حقوق الإنسان والخطيب الروماني شيشرون والفلسفة الاشتراكية عندما ننتقد هذا المذهب مذهب المساواة نقول أن القول بالمساواة بصفة مطلقة منافي أصلا للطبيعة البشرية وهو ظلم للفوارق الفردية عندما يقول أنصار المساواة أن البشر متساوون بحكم الطبيعة البشرية فهم أظن أنهم لا يعلمون حقا الطبيعة البشرية لأن هناك فروق فردية سواء كانت عقلية أو نفسية أو جسمية وبالتالي القول بالمساواة المطلقة هو ظلم للبشر لا, لا على سبيل العدل كما يرون أكملنا بهذا موقف المساواة نحاول أن ننتقل الآن إلى مذهب الآخر أو إلى الموقف الآخر هو موقف التفاوت ركزوا معي تابعوني دائما أقلمكم وكراساتكم معكم بعد الفاصل سنتكلم عن التفاوت الآن أنصار التفاوت أنصار تفاوت عندنا فلاسفة متميزون جدا بالنسبة لهذا الموقف نجد أفلاطون أفلاطون كثيرا من الناس يقولون أن أفلاطون قسم المجتمع إلى ثلاث طبقات أفلاطون لم يقسم المجتمع إلى ثلاث طبقات بل قسم النفس إلى ثلاث طبقات يجب أن نفهم هذا جيدا النفس مقسمة إلى ثلاث طبقات طبقة عاقلة وطبقة غضبية وطبقة شهوانية معناها أفلاطون يرى أن هناك في الإنسان ثلاث طبقات في النفس طبقة عاقلة وطبقة غضبية وطبقة شهوانية إلا لاحظتم نحن في الدروس كل الأديان مهما كانت قسمت النفس إلى ثلاث طبقات حتى نحن في الإسلام نرى أن هناك نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس أمارة بالسوء عند فرويد إن كنتم تتذكرون له اللاشعور والشعور ما قبل الشعور ثم غير هذه النظرية فأصبحت هو والانا والانا الاعلى، كل الديانات ترى ان النفس ثلاث طبقات. افلاطون ذكي جدا، عندما قال ان النفس هناك ثلاث طبقات، قال اذا غلبت اي طبقه من هذه الطبقات النفسيه على الانسان يذهب الى الطبقه التي تقابلها في المجتمع، كيف في المجتمع الان؟ تذكروا معي كتبنا كتبتم معي كتبتم معي الطبقه العاقله والطبقه الغضبيه والطبقه الشهوانيه الان اذا غلبت الطبقه العاقله فيذهب الى الطبقه الاجتماعيه المقابله لها وهي الطبقه الحاكمه لان الانسان العاقل بالضروره سيكون فيلسوف بالنسبه لتفكير افلاطون وبالتالي سيذهب الى الطبقه الحاكمه هو الذي يكون حاكما لانه بالضروره حكيم وفيلسوف اذا غلبت الطبقه الغضبيه على الانسان فانه يذهب إلى عفوا حسب افلاطون الى طبقه الجنود لان الجنود يجب ان تكون لهم شجاعه وقوه ودافعيه كبيره وبالتالي من تغلب نفسه الغضبيه يذهب الى طبقه الجنود بالنسبه لمن من تغلب نفسه الشهوانيه حسب افلاطون يذهب الى طبقه العبيد لانه الفلسفه اليونانيه تعتبر ان العمل اليدوي هو من عمل العبيد اما الفكر والفلسفه هو من عمل النبلاء وبالتالي افلاطون يرى ان العداله الاجتماعيه تقوم على التفاوت بحيث تتوافق طبقات النفس مع طبقات المجتمع، كلما غلبت طبقه يذهب الانسان الى الطبقات التي تقابلها، هذا في مفهوم افلاطون طبعا وليس في مفهومنا نحن. من عادة نعم بعد افلاطون هذا في الفلسفه اليونانيه نذهب الى الفلسفه الحديثه، الى الفيلسوف الالماني هيجل. هيجل يعلم ابنائه في المانيا ان التفاوت امر طبيعي بين الامم، يضيف فوق ذلك يقول يجب على الامه القويه ان تسيطر على الامم الضعيفه. ويجب على الامم الضعيفه ان تخضع للامم القويه انظروا كيف هم يعلمون ابنائهم ان في هذا العالم اما قوي واما ضعيف لا يوجد مساواه وبالتالي يجب ان تكون قوي مسيطر احسن من ان تكون ضعيفا تخضع يوافقه في ذلك ايضا الفيلسوف الالماني الاخر انظروا الفلسفه الالمانيه التي اصبحت اليوم دوله مبتكره نيتش ايضا يرى ان التفاوت عفوا نيتش يرى انه يجب تقسيم المجتمع عفوا تقسيم المجتمع الى الى طبقتين، طبقة الاسياد وطبقة العبيد. نيتش يرى ان في العالم اسياد وعبيد، الاسياد لهم حق الطاعة والخدمة والعبيد لهم واجب واجب خدمة اسيادهم، انظروا كيف يرون ان المجتمع مبني على التفاوت، هناك من يقسمه الى طبقات وهناك من يقسمه الى طبقتين، المهم يعتقدون دائما ان التفاوت هو اساس العدالة. الفلسفة الراسمالية توافق ايضا الفلسفه الراسماليه من انطلاقتها من بريطانيا، توافق ايضا فكره التفاوت بحيث انها تقول الملكيه الفرديه. الملكيه الفرديه ان كنتم تتذكرون وسنراجع الدرس هذا باذن الله المره القادمه بالنسبه للفلسفه الاشتراكيه والراسماليه، الفلسفه الراسماليه تقوم على المبادرات الفرديه، والمبادرات الفرديه عفوا، المبادرات الفرديه هي قائمة على التفاوت معناها الأحسن في السوق والأقوى في السوق هو الذي يشتح السوق ولا يهم إن كان هناك مبدأ أو لم يكن مبدأ لأن المبدأ الوحيد الذي يحرك الفلسفة الرأسمالية هو مبدأ السوق وبالتالي المنافسة الحرة مهما كانت نتائجها الأقوى هو الذي يبقى في السوق والضعيف ينزح من السوق هذا بالنسبة أيضا للفلسفة الرأسمالية هؤلاء ركزوا معي اكتبوا هذا فلسفة التفاوت أعطيناكم على سبيل المثال لا على سبيل الحصر أفلاطون هيجل نيتش والفلسفة الرأسمالية ننتقد هذا الموقف ونقول أن التفاوت المطلق يصنع الطبقية نحن مشكلتنا في التفاوت لأن البشر القوي يحقر الضعيف القوي يظلم الأقل منه قوة وبالتالي التفاوت يصنع الطبقية كما صنعتها الرأسمالية إن لاحظتم في الدرس درس الرأسمالية نتكلم دائما أن هناك طبقية الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا وبالتالي التفاوت يزيد القوي قوة والضعيف ضعفا هذا بالنسبة لنقد التفاوت سنحل هذه المشكلة سنحاول أن نهذب هذا التناقض بين المف... بين المساواة والتفاوت لأنه يجب أن نصل إلى حل هل نوزع الحقوق والواجبات على أساس المساواة أم على أساس التفاوت سنحل هذا في التركيب بإذن الله ابقوا معي لان التركيب ايضا جد مهم لاننا سنتجاوز التفاوت والمساواه بطريقه رائعه بعد الفاصل مباشره. نصل الى التركيب الان لنتجاوز التناقض، التركيب هل العداله نحن طرحنا المشكله تقوم على اساس التفاوت ام على اساس المساواه؟ في التركيب قلنا المساواه والتفاوت معا. كيف المساواة والتفاوت معا؟ ثم قلنا اي المساواة والاستحقاق. ما نقصد؟ اين تكون المساواة؟ واين يكون الاستحقاق؟ نعطي مثال. مثلا في المساواة نحن اكبر مثال نطرحه في المساواة هو القصاص. القصاص عندنا احنا قاعدة في الفقه تقول الجزاء من جنس العمل. كيف؟ معناها إذا سارق السارق مهما كانت طبيعة هذا الإنسان الاجتماعية يجب أن تطبق عليه حكم السارق وبالتالي المساواة في القصاص يطبق العدالة فلا نفرق بين قوي وضعيف أو بين شريف وعبد كما كان يفعل قريش كما أوصى بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي المساواة تكون من حيث القصاص بالنسبة للاستحقاق الاستحقاق هذا هو مشكلة العالم نحن دائما نقول الرجل المناسب في المكان المناسب هذا رجل المناسب في غير مكانه المناسب الاستحقاق يتم في توزيع ماذا؟ توزيع عفوا المناصب والرتب المناصب والرتب يجب ان يكون هنا على اساس الاستحقاق لا على اساس المساواه، فالاحسن والاكفأ هو من يحصل على المنصب المناسب وبالتالي الاستحقاق نقصد به الرجل المناسب في المكان المناسب، وبالتالي عندما نجد في النهايه نجد ان العداله تقوم على اساس كيف؟ ان نسوي بين الناس فيما هم فيه متساوون وان نفاوت بينهم فيما هم فيه مختلفون. فهمتم معي الإشكالية الآن؟ إحنا طرحنا الإشكالية في الأول قلنا بلي هل العدالة تقوم على أساس المساواة أو التفاوت طرحنا في التركيب حل وتجاوز لهذا الإشكالية قلنا على أساس المساواة والتفاوت معاً بحيث أن نسوي بين أناس فيما هم, فيما هم فيه متساوون ونفوت فيهم بينهم أو فيما هم فيه مختلفون على أساس المساواة والاستحقاق بهكذا قد أكملت معكم هذه الإشكالية إشكالية العدالة سنلتقي بإذن الله في حصة أخرى تتعلق ايضا بدرس من هذه الاشكاليه باذن الله ستكون درس الاسره تابعوني معي دائما حضروا كراسكم وقلمكم وركزوا معي وسجلوا المعلومات وستستفيدون كثيرا باذن الله شكرا لكم نلتقي معكم الاستاذ علي الاسماعيل في حصه اخرى السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.